حمص باب حاجز باب الدريب 29/11/2011. هاي إثبات مثل ما قال الوليد المعلم إنه لا يوجد مظاهر مسلحة في المدينة. شوفوا بعينكم المظاهر المسلحة، شوفوا بعينكم شلون منتشرين. هذا جزء بسيط من شيء من الحاجز لم نستطيع تصويره كله. هاي إثبات الجريدة. هاي التاريخ، هاي الجريد اسم اليوم، تاريخ اليوم، هاي جريد. شوفوا الإرهاب، ترويع المواطنين، تخويف المواطنين. بقولوا ما في مظاهر مسلحة بالمدينة. شوفوا بعينكم الرايحة والجاي، بفتشوا أي إنسان.